السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا التكن 8 ورح نكمل في تحدي المتابعين. خلونا ما نطول، نقول بسم الله ونبتدي. يلا نبتدي يا جماعة الخير. ضد أخونا ساي إكس أو ساي إكس. يلا يا جماعة نبتدي السد ضد أخونا ساي إكس، شخصية أسكا. او ماي جاد، انتبه. اوكي، لانه كان بيشغل على الاغلب بيشغل الكاونتر. نايس. كمان وات كذا هجومي شكله. طيب حسيت انه بيهجم. او ماي جاد، الاتصال ما هو احسن شيء. يلا ما علينا. اوكي، حتى ما قدرت اني اسويها بالشكل الصحيح. بغيت اخذ سايد ستيب. اوكي نايس، برافو عليك. وطي، واضح انه بيسوي شغله في الاخير بسيطه. هي شغله بيسويها وبسيط. اوكي راح فيها مره ثانيه. هنا انا استهبل لو ما فزت، لان كم فرصه يا اخي. ليش الاتصال كذا مع انه في نفس اليوم لعب ضد كذا شخص وكان كان الوضع تمام. يا ربي. اوكي نايس، بس نو، يلا فرصتك. حسيت بيعطيني واحدة لو زي كذا. ويو نايس. يا الله، شايفين؟ فرصتك يا ابو السعادة. ويو، اوه ماي جاد، شايفين كيف الدروب البايخ؟ ما علينا، 1-0 نكمل. يا اخي مصيبة والله، والله مصيبة. طيب المفروض ان ضربة غصب تجي. وطي، نايس. اي احد كذا يهجم بالطريقه الغلط هذه لا تعطيه فرصه. يلا خذها لك. الباور كراش حقته وينها؟ ما ادري، راحت. جود. احسن، استاهل. ويو ويو، ثانية كذا على طول. برافو عليك، سايد ستيب ورفعة من بعد كذا، حركة سويتها بكل هذه ظهر رفعة عليها. ما ادري والله اسكا تتعب عند اي سايد ستيب يتعبها اكثر. نو اوكي، حلوة. ما يوطي يا شباب. اوكي، برافو عليك. يلا فرصتك. والله حلوه كومبواتها. نايس. لا، فرصتي. يوطي سوبر. ما سوى سوبر، والله صبور هذا شوي. سوبر الحين وما سواها بعد. النجمة قاعدين نلعب بالسلو موشن يا شباب. فايت.
يا اخي لا قرب جنبه ويسوي الحركة هذه. اوكي نايس. عشان ما تخلي نفسك او توقعت اني بقدر ارفعه لكن كان ابعد من المدى تبعي. فرصتك ابو السعادة الحين انك تخسر. الراوند الاخير شايفين؟ اوكي حلوة. تعال دام صبور، خل نستغل نقطة انه صبور. شايفين؟ صبور وما يوطي. والله مو صبور في الاخير، بغى يهجم هجمة ما لها داعي. طيب اثنين لي. يمكن البلا من المرحلة ذي يا اخي، نبغى مرحلة كذا ما فيها لاج. رهيب اللب صراحة. اوكي. والله مصيبة هذه. نايس. سكاي روكت! سكاي روكت ثانية! مع اللاج وين تسوي سكاي روكت؟ لاج روكت تسوي. بس. اوه نو ليش اوطي كذا؟ شوف ذكاء اللي سواه. اوه كمان حلو. بس صدقون اني اجلس على الارض هي الحل. بس غريبة هذه، هل تكسر الباور كراش؟ الظاهر في حركات تكسر الباور كراش في اللعبة. وطي حرام. في شغلة ثانية ما ادري هل حركات التشيكن موجودة في اللعبة ولا لا. شايفين هذا اللي اقصده. هذا اللي اقصده، ما عاد يضبط او انه واو اللاج. ها ها ليش تهجم؟ ليه تهجم؟ ما ادري والله ان الاتصال بيننا بايخ. شايفين هذا اللي اقصده؟ ايوه. او كمان وطي ابو النجمه. طيب هذه اوه لسه احنا في الجيم الثالث. اوه نايس سايد ستيب يكسر ام الموازين. اوكي جود. اوه كمان شوف دايما يهجم بعدها. ارجع. نو وش اسوي انا؟ ترى كان في بالي اني امسكه مره ثانيه. رفسه كذا على تحت. برافو عليك. تدرون كذا مره صادني بنفس الطريقه هذه، انه يتوقعني بهجم او اني انا اتوقع انه بيكمل هجوم و تعال ما يفك مسكات، فبرضو بنبسط عليه من الناحيه هذه. يا اخي هذه والله يقلع الاتصال بيننا مره سيء مره سيء الاتصال بيننا. انهار ابيض. شايفين العذاب كيف؟ خل نغير الستيج لعل وعسى البلا من الستيج ذا. طيب 3-0 غيرنا الستيج. يا اخي 2 بار الحين شلون؟ 1 بار والله ما ادري غريب. يا ساتر. طيب هذه الحين كاونتر؟ وات؟ بطيئة. نايس برافو عليك.
برافو عليك. خلاص بلعب بالاتصال، بديت بكمل. بدينا لازم نكمل. اوه شفتوا كيف لف. اوكي الراوند الثالث شايفين؟ ولا تقدر تسوي شيء مفيد. وطي شايفين؟ والله الموضوع يضحك بس شكوى لله. هذه ما عليها شيء، بس هذه الرفسه اللي سويتها عليها الشقلبه هذه اللي هي رفعه اصلا. والله شكوى لله، ما ادري خليها. حظك نصيبك. اوكي نايس، نشوف كيف نتعامل اذا بنلعب في سيتويشن اللاج. في حركات معينه لازم شايفين. طب انا اتفهم انه في لاج، بس ايش دخل ان حركه زي هذه ما تضبط يا شباب؟ ما قاعد تضبط، ايش فيه؟ اوكي نايس، تعالي شايفين؟ اوه ماي جاد، والله يا شباب الوضع سيء سيء. توقعت ان مسكات نقضيها مسكات يعني؟ يلا اهم شيء انه تضبط مع الكومبوات يعني شيء كويس. لا او ماي جاد، طيب كيف بعوضها انا؟ ووو قايل لكم. طيب كم الحين وصلنا؟ 4-0 لاست. اوكي يا اخي، معنا تدرون انا قبل ما العب مع اي احد من الشباب نلعب جيم نجرب فيه الاتصال يا اخي كان كويس. طيب وطي، اقول لكم كان كويس كذا فجأة قرر انه يهنق. يا قلبي حرام، فرصة كانت. سو شو اسمه؟ مع وجهي انا ابغى اسويها. اوه نو، كل هذا استاهل استاهل استاهل. تعال هذه رهيبة مفيدة بعد. اي اي لا كويس. وات وطي، ايش بيسوي الحين؟ حرام عليك. وشو ذا؟ كيف كذا علقت؟ لاق صار ولا هي تسوي تشارج الحين؟ كذا صارت السوبر حقتها سيف تقريبا. والله حلوة يعني، برميها وما بخاف. اذا حسيتها بيصدها بسوي لها تشارج بالشكل ذا، حبيت صراحة. نايس، يا الله والله ما قاعد يضبط شيء يا جماعة، ما قاعد يضبط ولا شيء. عموما خلاص
يأسنا يأسنا، بس يعني حلو انك تلعب ضد شخصيات ما تشوفها كثير. لا تسوي هذه لي. او ماي جاد، شايفين؟ انسى 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 تضبط اي شيء. اوكي كويس ما سواها هذه. والنجمة ويو. طيب يعطيك العافية يا سي اكس، ما قصرت. ان شاء الله نلعب لما الاتصال يتحسن. نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، ان شاء الله انكم استمتعتوا. اللي خرب ست اليوم صراحة الاتصال، ولا كان المفروض يكون الوضع احسن من كذا. ما قصرت يا سي اكس، وان شاء الله نلعب في تحدي ثاني. شوكم ان شاء الله على خير.